نروح لمعرض الصقور، وهو أول فعالية في موسم الرياض زي ما ذكرنا، وحملت هذه السنة عنوان المستقبل على أنغام التراث. المعرض هذا يمثل محطة أساسية في الموسم، فهو يعرف الزوار بتراث أهل الجزيرة العربية وموروثهم الثقافي، كما أنها تعكس عشقهم لتربية الصقور واهتماماتهم بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في صيدها. كل التفاصيل هذه مع زميلنا سعد الحماد. خلونا نشوف النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي، تشهد كسابقتها مشاركة كبيرة، إذ يعد المعرض من أهم المعارض في المملكة والمنطقة، ويتوقع له النجاح الكبير، حيث بلغ عدد الزوار في الداخل 70,000، ومن الخارج في الانتظار قد يصل العدد إلى 150,000 زائر. الحقيقة المعرض تحفة ومبتغى كل مواطن سعودي يعني، والدليل تعدد الشرائح اللي حضروا للمعرض. المعرض ما شاء الله وفر جميع ما يلزم من أدوات الصيد، الكشتات، كل ما يخص نادي الصيد، كل شيء موجود ما شاء الله. طبعاً أتحفنا بحكم أنه الموسم الثاني هذا، الموسم الأول كان جميل في غاية الروعة، الموسم هذا أجمل. نعم، وأنا من هواة الصيد طبعاً. معروف. إيه والله، وبيصير شرينا كم بندق الحين. يهدف معرض الصقور والصيد إلى توثيق الصلة بموروث السعوديين الشعبي والثقافي، والمحافظة على إرث المملكة العربية السعودية، كما أن تربية الصقور عادة أصيلة من عادات العرب والسعوديون. طبعاً الطيور اللي تعتبر شكلياً تستاهل أقيام كبيرة، هذا يعتمد على عدة أمور، منها أول شيء اللون، لون الريشة، كل ما كان اللون يميل إلى البياض فاتح شوي، هذه حظوظه في السعر تكون عالية. أيضا هناك تقاسيم معينة، جسم الطير، الصدر، الرأس، العين، كبر العين، فتحة المنسر، البوز، الأصبع، هذه كلها تعطيك أيضا حظوظ أخرى في البيع وكذا. أيضا طول الجناح، فبعض الطيور يكون جناحه قصير، بعض الطيور جناحه طويل، فكل المواصفات هذه اجتمعت في طير معين كانت حظوظه في السعر عالية. المعرض أتاح الفرصة للزوار لمشاهدة وشراء أحدث تقنيات الصيد من سيارات ومعدات من مختلف أنحاء العالم. المجتمع السعودي طال عمرك والشباب يعني هوايتهم الصيد، والحمد لله أتاحوا هذه الفرصة ببيع هذه أسلحة الصيد اللي هي الشاتجن. الأسعار متفاوتة من على حسب الشركة وعلى حسب الإصدار وعلى حسب النوع والصناعة. وبالنسبة لإجراءاتها، إجراءاتها جدا سهلة، عن طريق إبشر تحجز موعد وعلى طول أبد تسلم سلاحك في وقته. ثقافة السلاح الحمد لله احنا عندنا منذ القدم، وإحنا ثقافة السلاح موجودة عندنا، لكن بعض الشباب الله يهديهم في إسراف الصيد، هذه المشكلة. صد على قدك. نهتم بتجهيز السيارات بالذات في مجال نظام التعليق اللي هو نظام السسبنشن، نطور أنظمة السسبنشن، نغير نظام السسبنشن بالكامل، وأيضا متخصصين في مجال الطرق الوعرة بشكل عام، مثل تغيير تانكي البنزين، تانكي الديزل، سيارات الديزل الآن بحكم ميول الشعب أغلبها الآن، حتى تعديل التجهيزات، الكشتات، أغطية الحوض، سيارات الحوض، المظلات، الجلسات، حتى أدوات التغريز والمساعدة في الرمال. هذه السيارة محولين نظام التعليق حق الوكالة من نظام الريش المعروف بالسست إلى نظام اليايات، يعني صارت السيارة كأنها SUV، كأنها جيب. وأيضا طورنا موضوع مثلا تانكي الديزل، كان 145 لتر خليناه 270 لتر. أيضا قوة السيارة من المصنع 200 حصان خليناه 330 حصان على الكفر، هذه قوة كبيرة تقريبا ضعف الوكالة إذا حسبت القوة على الكفر. أيضا التورك اللي هو العزم، وهو مهم جدا في سيارات الأوفرود، كان تقريبا 360-330 تقريبا، وصلنا إلى 600-700 نيوتن متر من التورك. أيضا عندنا اللي هو الكنبي اللي هي أغطية الحوض للسيارات البيك أب، عندنا شركة نتعاون معها جنوب أفريقية. الكنبي هذا فيه اكسسوارات، فيه تعديلات أيضا مضافة على هذه السيارة. حياكم الله، نورتم. لصباح الخير يا عرب، سعد الحماد، NBC.